يسمى حلم اليقظة. وما هو حلم اليقظة؟ وهل أرنت حتى تسألني؟ تعالي نسألها. تعتبر الأحلام نوعاً من النشاط العقلي الذي يحدث داخل المخ خلال النوم، وقد ظهرت العديد من النظريات حول أهمية الأحلام، منها أهميتها في نمو المخ، ويعتقد البعض أن الأحلام مهمة لتقوية الذاكرة والتركيز. أما أحلام اليقظة فهي عبارة عن استجابات بديلة للاستجابات الواقعية، فإذا لم يجد الفرد وسيلة لإشباع دوافعه في الواقع فإنه يحقق إشباعاً جزئياً عن طريق التخيل وأحلام اليقظة، وبذلك
يخفف من القلق والتوتر المرتبط بدوافعه. فالفقير أصدقائي يحلم بالثراء، والفاشل يحلم بقمة المجد. الجميع يلجؤون إلى أحلام اليقظة، الأسوياء يعودون بسرعة إلى الواقع، أما الاستغراق الشديد فيها إلى درجة استنفاد جزء كبير من الطاقة النفسية يؤدي إلى العجز عن التمييز بين الواقع والخيال. إلى اللقاء. هسه بدي حذرك يلا اذا انك شاطر تعرف يلا. واحد مجنون واحد مجنون لما بينام بحط جنبه سطل المي. ليش 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 ليش؟ عشان يغرق بالاحلام. خواتري خلص بعرضك. فهمان ما بك؟ هل نمت؟ ألا تريد أن تعرف بماذا أحلم؟ سأنام وأخبرك. لا يا فهمان، أنت لم تفهمني. أنا لا أقصد أن تنام وتخبرني بحلمك، أنا أسألك عن ماذا تحلم وأنت صاحي مستيقظ. لا، وكيف سأحلم وأنا مستيقظ؟ كيف؟ فهمني يا فهمان، أنا أقصد حلم اليقظة، أي أن تحلم بشيء ما تحبه ثم تسعى لتحقيقه. أنا مثلاً أحلم أن أكبر وأصبح قوياً وشجاعاً، هل فهمت؟ فهمت الآن. أنا أحلم بأن أصبح مغنياً مشهوراً. ماذا؟ مغنياً ومشهوراً أيضاً؟ هذا حلم مستحيل يا فهمان. لماذا مستحيل؟ لماذا؟ لأن صوتك بشع. أنا صوتي بشع. اسمع، السل الشخ أمر، النجد الحين مكسر، أمر وشي شعرك أمر، النجد الحين مكسر، شعري. تعال نبهان، تعال سأغيرها هذه الأغنية. اسمع سر الشيخ عمر اشتحل انكسر شعري. طير شعري. أهلا ومرحبا بكم في بوابة الحكايات. حكايتنا لهذا اليوم مشوقة جدا، وفيها الكثير من العبر والحكمة. حكايتنا تتحدث عن الحب والولاء والتضحية، إنها السلطان والحب. ذات يوم اشتد المرض على السلطان، فطلب أن يقابل وزيره المخلص. هذا الوزير كان مخلصاً أميناً صادقاً وبمثابة الصديق الوفي للسلطان. عندما قابله دار بينهما الحديث التالي. أعرف أن منيتي قد اقتربت، وأنا الآن لا أفكر إلا في ابني، فهو ما زال فتياً ويحتاج إلى من يعلمه شؤون الحكم، وأنا لا أثق إلا بك، فأنت وزير المخلص. مولاي، أنا خادمك المخلص، وسأخدم ابنك بكل إخلاص وتفان، وأنا على استعداد لأن أضحي بنفسي من أجله. أريدك أن تعرفه على كل القصر، دعه يرى كل الحجر إلا تلك الحجرة التي علقت فيها صورة أميرة القصر الذهبي. أخشى أن يتعلق قلبه بحبها ويكون في هذا نهاية حكمه.
تعهد الوزير المخلص للسلطان العجوز بما يريد، فمات السلطان مطمئناً على ملكه وعلى ابنه. وحينما انتهى الاحتفال بدفن السلطان في مقبرته، أخبر الوزير السلطان الشاب بما دار من حديث بينه وبين أبيه وهو على فراش الموت، وعهده أن يكون مخلصاً له طوال الحياة حتى لو كلفه هذا الإخلاص حياته. وبعد مدة أخذه ليشاهد كل حجرات القصر، فبدأ يريه كل الحجرات حجرة حجرة إلا تلك الحجرة التي علقت فيها صورة أميرة القصر الذهبي. تنبه السلطان الشاب إلى أن وزيره المخلص فتح كل الحجرات إلا هذه الحجرة بالذات، فسأله قائلاً: أطلعتني على كل حجرات القصر إلا حجرة واحدة، فهل فيها سر تحب ألا أعرفه؟ مولاي، أنا أنفذ وصية أبيك، ففي هذه الحجرة سر، لو اطلعت عليه قد يكون فيه ضياع ملكك. رأيت كل القصر إلا هذه الحجرة، أحب أن أراها وأعرف ما فيها. فاندفع السلطان الشاب أمام باب الحجرة وبدأ يدق عليه بقوة محاولاً أن يفتحه. وأمام إصرار السلطان الشاب على أن يفتح باب الحجرة، لم يكن بيد الوزير حيلة إلا أنه ذهب وأحضر المفتاح وفتح له باب الحجرة. عندما فتح الباب لأول مرة، حاول الوزير أن يحجب صورة الأميرة عن السلطان، إلا أن السلطان الشاب قد رآها فبهره جمالها وسقط مغشياً عليه. فحمله الوزير المخلص ووضعه على فراشه. وبعد فترة قصيرة استفاق السلطان الشاب من غيبوبته، فكان أول ما نطق به: لمن هذه الصورة التي رأيتها في الحجرة؟ إنها صورة أميرة القصر الذهبي. أحببت هذه الأميرة، صورتها حفرت في قلبي، وأنت وزيري المخلص الأمين، عليك أن تساعدني على الزواج بها. هل سيخضع الوزير لرغبة السلطان الشاب؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. أقسام الكلام ويدل على معنى بلا زمان، والمعنى إنسان كزيد وعدنان، أو ما دب من حيوان ككلب وحصان، أو نبات وثمر كقمح وشجر، أو ما كان من جماد كحجر ورمان، أو معنى في الأذهان كعلم وحنان. وللإسم علامات تعريف، أولاها
يقبل التعريف. نقول مثلا شمس. الشمس. أحسنت. ونقول قمر. القمر. قمر. أحسنت. ونقول رجل. الرجل. أحسنت. أحسنت. ويقبل التنوين وحرف الجر ك. مررت بخالد يلعب وبزيد يجري. إلى أين؟ خلاص بكفي. كشكول 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 كشكول.